شاركت في مسابقة إبداع وفزت بالمركز الثاني على المملكة، وحصلت على جائزتين خاصة، إحداها من نماء المنورة والأخرى من شركة سابك. والحمد لله جينا هنا لندن رحلة تعليمية ثقافية، قدرنا نزور فيها كامبريدج، إمبريال كوليدج لندن وأكسفورد، قدرنا نتعرف على الكليات على التخصصات ونزور بعض الأماكن ونتعرف على اللابات والدكاترة اللي بيشتغلوا في نفس هذه الأماكن، واستفدنا منهم الكثير ولله الحمد. دخلنا ورش تدريبية عن الإدارة وعن القيادة وعن المقابلات وكيف نقدر نتحاور مع الشخص اللي قدامنا ونقنعه إنه نقبل مثلا في إحدى الجامعات، we convince them with our point of views. والحمد لله قدرنا نستفيد الكثير من هذه التجربة الثرية. أحب أشكر الجهات اللي دعمتنا عشان نقدر نجي هذه الرحلة، واللي هي شركة سابك ونماء المنورة، وطبعا جميع الداعمين اللي دعمونا في رحلتنا لوصولا لهذه المرحلة. شكرا نماء المنورة.